حنيني محرم، دنيا تديني محرم، راية بداني محرم، دمع في عيني حياتي كلها محرم، في دمي يجري محرم، ثباتي وصبري محرم محرم، وأنا حسيني. إذن مشاهدينا الكرام، هذه عودة مرة أخرى إلى فقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. طبعا شكرا جزيلا لأحمد شرار على ما تفضل به من موجز الأخبار. من الشخصيات الفذة والشخصيات المهمة في واقعة الطف هو أكيد شخصية سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام، اللي كان سند للإمام الحسين عليه السلام. نتعلم منه أشياء كثيرة، الوفاء، الإيثار بالنفس، وإلى آخره من الأمور اللي اليوم إحنا يجب أن ندرس هذه الشخصية الفذة والرائعة. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان يقول: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. إذن مشاهدينا الكرام، إن شاء الله اليوم محور فقرة حديثنا هي عن شخصية سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. لذلك راح ينضم معنا مباشرة وعبر الاتصال الهاتفي الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ طارق الساعدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الشيخ، وأعظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. الله يبارك فيك. أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، بهذا المصاب العظيم وبهذه الأيام العظيمة. الله يبارك فيك. أعظم الله أجورنا وأجوركم سماحتكم، وأكيد صباحكم حسيني ولائي مبارك إن شاء الله. طبعا بودنا أنه نتناول الحديث ونستثمر الوقت المبارك معكم في أنه تبادل أطراف الحديث حول شخصية عظيمة، مهما أنه اجتهدنا بأن نعبر عنها لكن نكون أكيد مقصرين بحق شخصية المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. طبعا بودنا أنه نقف في أولى المحطات عن الحديث عن مولانا أبي الفضل عليه السلام، عن قول المولى الإمام السجاد عليه السلام حينما قال: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه. هذه طبعا مضمون هذا الحديث. طيب، ما هي قراءتكم لهذا الحديث الذي صدر من إمام معصوم مفترض الطاعة كمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام؟ نعم، طبعا كلام المعصوم، الكلام صفة المتكلم، والمعصوم بعد ينطق عن الله سبحانه وتعالى، أو شيء أكيد كلام المعصوم معصوم. وهذا الحديث ورد بعدة ألفاظ تؤدي إلى نفس المضمون، لكن الحديث الواضح والكلام الواضح للإمام الصادق عليه السلام عندما قال: كان عمي العباس بن علي عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. لو لاحظنا الحديث في بدايته يقول نافذ البصيرة، البصيرة هي نور للقلب كما النور للعين، مثل ما للعين يوجد نور نشاهد من خلاله الأشياء، البصيرة هي نور للقلب تدرك من خلاله حقائق الأشياء، هذه خاصة بالأمور المعنوية القلبية. والنفوذ طبعا هو المرور، فعندما قال نافذ البصيرة الذي هذه الميزة وهذه المنزلة لا يستطيع أو ليس لكل أحد أن يحصل عليها أو الوصول إليها، يكون أن أبي الفضل العباس عليه السلام مولانا قوة قلبية لو صح التعبير، مدرك لحقائق الأشياء التي لا تدرك بطريقة أخرى. وهذا طبعا من له أسباب كثيرة، أسباب تميز بها أبي الفضل العباس عليه السلام. فإن من العوامل المؤثرة في سلوك الإنسان، طبعا الإنسان اليوم عندما يكون في مجتمعه ذو منزلة خاصة لا بد من هناك توفرت أسباب لوصوله إلى هذه المنزلة. فأبي الفضل العباس عليه السلام توفرت له عوامل هي الوراثة، البيئة،
التعلم، الإرادة، أضافة إلى عوامل أخرى سنذكرها إن شاء الله في الكلام القادم. فمن العوامل هي عوامل الوراثة الأول. فأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه نشأ في بيت كله توحيد، صحيح. بيت مهبط الوحي، نعم. بيت نزول الملائكة تعرج وتنزل من السماء فيه. نعم. لهذا فوالده مولى الموحدين وسيد الوصيين، وهو أفضل الناس وأشجعهم وأعلمهم، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أحسنتم. أكيد له تأثير على حياة المولى أبي بكر، نعم. العباس عليه السلام. طيب. وأمه أم البنين التي ولدتها فحول العرب، كان أبوها من أشراف العرب، وكانت أمه وكانت من النساء المؤمنات التي عرفت بإخلاصها وولائها وحبها لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أحسنت. وهذه الأرض خصبة أيضا، نعم. لها تأثير على حياة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أضافة للبيئة، فهو نشأ بأفضل البيوت وهي بيوت مهبط الوحي. صحيح. وهل هناك بيت أفضل من بيت يسكن فيه أمير المؤمنين والحسن والحسين، ثلاثة أئمة معصومين مفترضوا الطاعة، أحسنتم، بالنص الإلهي الجلي، نعم. هذا الشيء أكيد كله له تأثير على حياة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. إضافة. طيب. طيب فضيلة الشيخ طارق، طبعا أحسن الله لكم الأجر على هذا الكلام بحق مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. إذا أريد أكثر نسلط الضوء على شخصية أبي الفضل العباس اليوم نجسدها على أرض الواقع، أريد أتحدث عن الأخوة اليوم، يعني الأخوة بين الأخوة بين الأخوات، يعني للأسف الشديد أنت تعرف يعني في الآونة الأخيرة صارت كثير من القطوعات بين الأخوة والأخوات، ربما لأسباب تافهة، لأسباب غير مبررة. احنا اليوم نريد نجسد ونأخذ أمثلة يعني من الأخوة الحقيقية بين الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس، ونجسدها على علاقاتنا مع أخوتنا وأخواتنا. ماذا تقول فضيلة الشيخ في ذلك؟ تفضل. طبعا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو قدوة لنا، وأبي الفضل العباس لا يقل شأنا عن محمد وآل محمد، فهو في الدرجة الثانية من بعد محمد وآل محمد، ومعصوم بالعصمة الصغرى، فهو أسوة لنا وقدوة لنا، ونتعلم من حياته الكثير 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 من حياة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. لو لاحظنا أبي الفضل العباس، نربط حديثنا السابق، أنه عندما كان نافذ البصيرة، هذا نقود البصيرة جعله يتعامل مع الحسين عليه السلام كإمام معصوم وكأخ أكبر بهذه البصيرة. فنحن إذا كنا نريد أن نطبق حياتنا، نطبق حياة أبي الفضل العباس على أرض الواقع ونقتدي به، لابد أن تكون هذه البصيرة موجودة. فأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه يقول له الإمام المعصوم الإمام الصادق في زيارته، يقول له وأنك مضيت على بصيرة من أمرك. كيف الإمام شبه أن يعلل أو أسباب هذه المضاء البصيرة حتى نعرف إحنا كيف نقتدي؟ قال مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. فنحن الآن لو اقتدينا بالصالحين الموجودين بيننا ومن مضى منهم، وعرفنا حياتهم، وعرفنا كيف تعاملوا مع الله سبحانه وتعالى، تعاملوا مع المجتمع، وكذلك مع بالنبيين صلوات الله وسلامه عليهم، هنا ستنشط البصيرة داخل هذا العبد، وبهذه الطريقة سيكون عندك معرفة بمقام الأخ بمقام الآخرين طبعا، والأخ من بعد الأب بالقرب والمنزل. هذه النقطة. النقطة الثانية طبعا اللي الإمام أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه كان مواسيا، نعم الأخ المواسي، صحيح. نتعلم المواساة من أبو الفضل العباس، والمواساة طبعا غير الإيثار، المواساة أنه أنت قادر على أن تفعل الشيء لكن لا تفعله إكراما وحبا وإخلاصا لأخيك، صحيح. أو للشخص المقابل. ولهذا نرى أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه كان عطشا ويستطيع أن يشرب الماء، هذا الموقف الذي لا نسأل، بما أن الحسين ظمآن عطشان لم يشرب الماء مواساة لأبي عبد الله الحسين. هذه نقطة جدا مهمة، نعم الأخ المواس. نعم.
أحسنتم. يعني هذه السمات فضيلة الشيخ اللي ذكرتوها، مسألة أنه المواساة للأخ، يعني نحن بأمس الحاجة واقعا اليوم كمجتمع وكأسر وكأفراد إلى مسألة المواساة. إيش قد راح تخفف من معاناة، إيش قد أنه راح تفهم أنه الطرف الآخر بأشد وأحلك الظروف. طبعا كلمة أخيرة فضيلة الشيخ، بدنا أنه توجهوها لنا أكيد وإلى كل من يشاهدنا، كيف أنه نجسد هذه السمات، سمات الأخوة التي اتسم بها مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام انطلاقا من عاشوراء. تفضل. لو لاحظنا نرجع، الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عند مصرع أبي الفضل العباس ماذا قال؟ قال الآن انكسر ظهري، صح، وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. نعم. يعني يريد أن يوصل الإمام الحسين عليه السلام أن الأخ بمضمون كلامنا طبعا الدارج العام اليوم بالشارع، أن الأخ أحزان ظهر، صح، يقولون. فعندما فقد أبي الفضل العباس عليه السلام، عندما صرع، عندما قتل، قال الآن انكسر ظهري. أنا اليوم أرد أقتدي بأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. اليوم ألاحظ نفسي، هل أنا وصلت إلى مقام أن أخي شقيقي، أخي في الإيمان، أخي حتى جاري، هاي كلها اليوم أخوة في الإسلام، مو بس الأخ الشقيق، هل أنا وصلت إلى هذا المقام عندما أفقد أو هو يفقد، يتأثر ويتأذى كما تأذى الإمام الحسين عليه السلام؟ إذن أنا محافظ على أواصر الأخوة بيننا. نعم، أحسنتم. إلا بعض حاليا في مجتمعنا الأخ إن وجد لا يعد، وإن فقد لا يفتقد. صحيح. أي فهذه حياتنا، أن كنا نريد أن نقتدي بالمولى أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. أحسنتم، الله يبارك بكم. إذن الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ طارق الساعدي، كل الشكر والتقدير لجنابكم الكريم، وإن شاء الله كل ما تفضلتم به يكون في ميزان حسناتكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. الله يسلمك. في أمان. إذن يعني مشاهدينا الكرام، اليوم تعرفنا يعني من خلال حديث ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ طارق الساعدي عن معنى الأخوة الحقيقية. اليوم أنا شنو الفائدة بالمجالس الحسينية؟ أبكي وأنوح على سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام، وأني خلنا نحكيها يعني بالعامية، أنا زعلانة من أخويا أو زعلانة من أختي، شنو الفائدة اليوم أنا بحضوري بمجلس العزاء وعندي قطيعة مع من هو أقرب الشيء لي، اللي هو سندي وحزام ظهري مثل ما نقول، هو الأخ أو الأخت. فيجب اليوم من الآن يعني أي واحد عنده قطيعة مع لا سامح الله أخوه، مع أخته، خلي يكون في نظر اعتباره سيدنا مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. يعني عندما قتل سيدي ومولاي أبي الفضل العباس هو في آخر أنفاسه، يعني حس بأنه رجل يقترب من رأسه ويظلل عليه. فقال يا هذا أمهلني، يعني هو حس أبي الفضل العباس أن هذا جاء ليقتله، أمهلني حتى، قال لماذا تريد هذا الوقت؟ قال حتى أودع أخي أبي عبد الله الحسين. فقال له أنا أخوك الحسين، سلام الله عليه. فلاحظي هذه الأخوة الحقيقية، هذه الأخوة اللي جسدها سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس، يعني آثر بنفسه وكان ظمآنا عطشانا، لكنه أبى أن مثل ما نقول أن يشرب الماء وتذكر عطش أخيه الإمام الحسين عليه السلام. هذه الأخوة اليوم موجودة نهاونت في واقعنا، يعني إن شاء الله نقول إنه موجودة، لكن إسراء نأمل الكثير. يعني إحنا خلنا نحكيها شيء يعني صحيح، يعني نبتعد عن الأشياء المجاملات. يعني يجب أن تكون هذه الأخوة اليوم حاضرة في مجتمعنا. واليوم ننطلق طبعا هاي دعوة لأنفسنا إسراء وإلى كل من يشاهدنا، صراحة أنه من باب الحب والوفاء لمولانا قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام، أنه نتصالح مع أخواننا، تذوب وتتلاشى كل هذه أنه الخصومات والنزاعات اللي تكون بين الأسرة الواحدة. خلي طبعا نقدم كهدية للمولى أبي الفضل العباس عليه السلام، ونعلنها اليوم، أنه نذوب كل هذه الخصومات اللي تكون. نقول بحق مولانا أبي الفضل عليه السلام: عظم الردى إذ أنت منه أعظم، والعذب أنت وبئره والزمزم، أنت المدى أنت الندى أنت العلا، أنت الخلود على المدى بل أعظم، وأخذت من أنت المحاسن كلها، سلطان يوسف في جمالك أبكم.